رجعنا مرة تانية، ودلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم. التكنولوجيا جزء مهم جدا من حياتنا، خصوصا كمان لما بدأنا نشوف ان البيزنس بقى ليه علاقة بالالكترون اللي احنا عايشين فيها طول الوقت، ليه علاقة بالحملات الاعلانية اللي احنا بنعملها، بقى البيزنس مرتبط بالتكنولوجيا من الاخر. فالنهاردة عايزين نتكلم ازاي لو انت عندك بيزنس صغير تقدر تخطط وتعمل حملة اعلانية كويسة جدا علشان البرودكت بتاعك او المنتج اللي انت بتعمله يتسوق له كويس قوي ويوصل للناس اللي محتاجين. إيه الناس بتبقى فاكرة انها لما يبقى عندها منتج بتخش تعمل الاعلانات عادي فبتوصل للناس وخلاص، ولكن الحقيقة هي بتبقى خطة، ولازم نختار ناس معينة وفئة معينة علشان تقدر توصل للناس اللي انت محتاجهم، مش لكل الناس وخلاص، لان لو وصلت لكل الناس انت مش هيوصل لك المستخدمين اللي انت محتاجهم. في كمان حاجة موجودة دلوقتي في الفيسبوك اسمها الميتا بيزنس، عايزين نعرف دي ايه، بنتعامل معاها ازاي. عايزين كمان نتكلم عن النصب والاحتيال اللي بيحصل باسم التسوق الالكتروني اللي بقى بيحصل لناس كتير جدا دلوقتي، وكمان نتكلم في تفاصيل ان انا ممكن ابقى بتكلم في حاجة او محتاجة حاجة او عايزة اشتري حاجة، فاول ما ادخل على الفيسبوك الاقيها ظهرالي على طول وبتكلم على منتجات، يعني على طول بيظهر لي منتجات ناس عاملينها، ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده. فكل ده هنتكلم عنه من خلال ضيفنا اللي منوره النهارده، مهندس مصطفى رحيم خبير النظم والمعلومات. صباح الفل منور. صباح النور، ازيك عامله ايه؟ التكنولوجيا والالكترون وكل حاجه دي بقت مهمه جدا دلوقتي، طبعا بقت مرتبطه بيومنا، احنا بنصحى وننام واحنا ماسكين الموبايل، احنا بنصحى وننام واحنا ماسكين التاب، اي حاجه ليها علاقه بالاجهزه الالكترونيه المرتبطه بالسوشيال ميديا والنت. بالظبط. البيزنس حاجه مهمه قوي وبقى مرتبط بالسوشيال ميديا طول الوقت، وخصوصا الفيسبوك بقى عباره عن سوق كبير الناس بتعرض عليها كل حاجه. بالظبط. انا دلوقتي لو عندي بيزنس صغير، ايه الخطه اللي انا محتاجاها علشان المنتج اللي عندي ده يوصل للناس اللي انا محتاجاها؟ اولا يعني بصوا، انا دلوقتي مثلا لو انا عندي منتج مثلا انا عايز اعمل له بروموشن او عايز اعمل له ترويج كويس جدا من خلال السوشيال ميديا، طالما انا خلاص وافقت ان انا هخش في السوشيال ميديا فاعرف الاول الرولز بتاعتها هي ايه. يعني ما اخش احط الاعلان بتاعي واسيبه وامشي، اولا هبقى بدفع فلوس على الفاضي ومش هيوصل للجمهور اللي انا عايزه. يعني سين مثلا لو في منتج معين زي منتج مثلا لابتوب مثلا، ففي ناس فئه معينه هي اللي بتدور على اللابتوب، فانا لازم وانا بعمل الاعلان احط نقطه الاستهداف بتاعتي، الناس اللي هي بتدور على ده. زي ما قلت حضرتك كده من شويه، اللي هو انا بلاقي اعلانات، يعني واحنا بنتكلم كده ممكن نتكلم في اللابتوب او حاجه شويه، ممكن نقفل ممكن تفتح تعمل سكرول كده تلاقي لابتوب اصلا. صحيح. طب ليه؟ لان الفيسبوك اصلا بياخد اكسس اولا على ريكوردنج، على بياخد اكسس على حاجات كتير جدا. وبعدين لو هو بيعمل يعني لو هو بيعمل سكرول مثلا وبص في الاعلان لمده من 10 ل 15 ثانيه بيظهر له نفس الاعلان كل شويه. لا والله يرجع يتكرر من كذا شركه ثانيه. فهو هنا في شركات بتقدر تعمل استهداف بتاعها صح، شركات طبعا لا، فبالتالي الشركات التانية دي بترمي فلوس على الفاضي لان مش بتارجت الناس اللي هي عايزه تروح للفئه دي. عارف ليه بقى؟ ناس بتبقى فاكره انها لما تيجي تعمل بروموشن او اعلان يخش يعملوا مثلا هنتكلم عن اللابتوب او الموبايل، فيخش هناك الالكترونكس يخش يعملوا اللابتوب والتليفونات والمغنيين والافلام والمسلسلات ومصر والامارات والسعوديه. فانا مش عارفه ده صح ولا غلط، هل ده بيفيد ولا ما بيفيدش، لان ناس كتير جدا بتعمل كده. لا غلط. انا دلوقتي مثلا سي انا فاتح في مكان ما في مصر، دلوقتي انا عايز استهدف المنطقه دي بس. يعني انا شايف مثلا انا فاتح في سي مثلا مصر الجديده، انا عايز الناس بتوع مصر الجديده، فانا بضطر ان انا بعمل مثلا الاستهداف بتاعي بختار مصر الجديده وبختار بقى الفئه العمريه المناسبه بالظبط للحاجه دي. يعني مثلا ما احطش فئه عمريه مثلا من 16 سنه مثلا لحاجه هي مش متواجبه مع السن بتاعه، مش هتجيب المنتج بتاعي اصلا. اولا هو هيشوف الاعلان وناس كتير هتشوف الاعلان، هتتحسب على يعني مثلا هتتحسب على الراجل التاني ان هو شاف اعلانات كتيره جدا وان هو فعلا ده انا بص كميه الفيوز اللي عندي قد ايه، بس طب فين الجمهور ايه المفيد؟ مش هو مش هم دول بتوعي انا. فانا لازم لما اجي اعمل اعلان بالظبط لا استهدف الفئه العمريه المحدده اللي هي هتشوف الاعلان ده، وما اختارش بلاد كتيره. بالظبط. اختار بس القاهره مثلا ومصر بس، بالكتير قوي ثلاثه يوم اقصى حاجه. اقصى حاجه بالكتير قوي ثلاثه، انما هتوسع اكتر من كده لا تعمل حمله اعلانات. هو بيقول لك بس زدت الخير خيرين ونقوم حاطين كل حاجه علشان الناس تيجي كتير. مش هيجوا، هو مش هيجي، هو بس الاعلان الناس هتشوفه مش هتهتم بيه. واهم من كل ده الكونتنت اللي بيتكتب والصوره الديزاين اللي هو بيصحح اللي هو البصريه اللي هو بيخليني اصلا ادخل ابص اشوف الاعلان ده ايه. يعني مش اي حاجه نعمل لها بروموشن. لا طبعا لازم نختار. هتبقى ترمي فلوس على الفاضي. هتقعد ترمي فلوس على الفاضي. طب هل يعني
الصح ان احنا نلجأ لشركات مختصة في حاجة زي كده، لان في ناس بتبقى شايفة انه طب ايه المشكلة ما انا هعمل اللي هم بيعملوه. قصدي حضرتك يلجأوا لشركات سوشيال ميديا؟ سوشيال ميديا طبعا مختصة. يعني على حد علمي لا، هو لو حد مثلا عنده الخبرة الكافية وهو مش عامل شركة سوشيال ميديا او ماركتينج وقادر ان هو يعمل حملات اعلانية وبيعرف فعلا يستهدف الجمهور صح، فهو بيروح مثلا زي اكنه بيعمل بورتفوليو ليه او سي في ليه، يقول له والله بص انا عملت الاعلان ده جه منه كذا وجه منه كذا، وكل ده بيكون باين فين؟ على الاي بي اس مانجر، على اللي هو مدير الاعلانات اللي هو الابلكيشنز اللي هو التابع للفيسبوك. ده الاد بزنس صح؟ اه ده بيكون فيه كل مثلا الحملات الاعلانيه دي اتكلفت كام، جات لك كام رساله، في اناليسز عامه، وهو دي حاجه كويسه جدا. اما التاني الميتا بزنس ده اللي انت من خلاله بتقدر تدير الصفحات. انا كنت لسه اسالك اصلا، خلينا بس نفهم الناس هو ايه الميتا بزنس ده. الميتا بزنس